دياي على الفحم وعيش بالشمندر، احلى شيء في الحياه. شوفوا طريقتها السهله والبسيطه. علينا وعليكم بالعافيه. هذه البهارات اللي بنستخدمها: كركم، كزبره، كمون، بابريكا، زنجبيل وثوم، قرفه، فلفل اسود، لومي وملح. بنضيف عليهم ماي وبنخلط. بني بدايتنا الجميله، نشيل الزوايد اللي ما نحتاجها، بنقطعها من نص الصدر ونفتحها بشكل كامل كذا. نعد مفصل الجناح، نزل التتبيله وبنمردغ الديايه عدل، اهم شيء من تحت الجلد ومن فوق الجلد. طبعا قبل لا نشويها بنخليها ترتاح، بس اهم شيء نخليها تمشخل. زيت زيتون وعن خاطري طشه سمن، وبننزل الشمندر المبشور، دور الكزبره، زبيب، اثنين من البهارات البيضه وملح. نزل العيش، ياخذ تقليبه بسيطه. نزل الماي، غطس فيه اشياء ما لها داعي، ونغطس الصفريه لمده 20 دقيقه. وغاية ننزل الدياي، طبعا اهم شيء اليمر ما يكون كثير عشان تاخذ راحتها في الاستواء. وحاولوا تقلبونه كل 5 دقائق لمده نص ساعه وبيكون ناضي. تبوا تخلوه لين الساعه عادي، بس نص ساعه تكفي. وعلينا وعليكم بالعافيه. لا تنسونا من لايك والاشتراك والاشياء الحلوه اللي تسووها. الله يحفظكم.